اوصله لحد المركب. ما كنتش عايزه اسيبه لحظه قبل ما يسافر. كان عندي احساس غريب قوي اني عمري ما هشوفه تاني. يعني سافرتي معاه؟ ايوه. والدتك كانت تعرف؟ لا، قلت لها ان المجله طلبت مني اني اعمل موضوع هناك عن المينا، وان انا هقعد يومين ثلاثة دول عند عمتي في العجمي. ودي كانت اول مره في حياتي اكدب فيها على امي. وبعدين قعدت معاه يومين ثلاثة. ووصلته لحد المركب وسافر. اتصل بيكي بعد ما سافر؟ بعت لي كارت اول ما وصل فينيسيا، وبعدين راح على هامبورغ في المانيا. وهناك كان في مصيبه جامده جدا مستنياه. مصيبه ايه؟ اخو صاحبه اللي المفروض ان هو هيجيب له شغل ما لقاهوش. يعني ايه ما لقاهوش؟ اتضح انه كان قاعد في المانيا بعد ما فيزته ما خلصت بطريقه غير قانونيه، فالبوليس اخده وقبض عليه قبل ما نبيل ما يجي. طب ونبيل ما رجعش ليه لما ما لقاش اخو صاحبه ده؟ انت اصلك ما تعرفش نبيل. نبيل لا يمكن كان يرجع مصر من غير ما ياكد للناس كلها انه يقدر ينجح لوحده. طب اعمل ايه يعني؟ اتصرف ازاي؟ الحقيقه مش عارف. بس بعديها بعت لي جواب قال لي ان هو لقى شغله ولقى سكن وحالته بقت احسن. قعدنا نراسل بعض فتره. شويه بشويه الجوابات ابتدت تقل لحد ما اتقطعت خالص. ايه اللي خلاكي تسافري لايطاليا؟ لانه فجاه من حوالي شهرين لقيته بعت لي جواب وبيقول ان هو بقى كويس وان حالته اتحسنت كتير. طب اخر اتصال بينك وبينه كنت تعرفي هو فين؟ كان في هامبورغ. طب عرفتي حصل له ايه الفتره دي او ليه ساب هامبورغ وطلع على ايطاليا؟ لا. طيب الفتره اللي اتقطعت فيها الجوابات عنك تقدري تقولي لي تقريبا قد ايه؟ مش كتير. مش كتير يعني؟ سنه. سنة وست أشهر وخمس أيام بالظبط. سنة وست أشهر وخمس أيام بالظبط. أيوه. وإيه اللي مصبرك على الكلام ده؟ يعني إيه؟ يعني واحدة جميلة زيك وشابة وناجحة، إيه اللي يخليها تستنى واحد سابها وسافر وما سألش فيها سنة وست أشهر وخمس أيام بس؟ لأن اللي بيني وبين نبيل أهم بكتير من فراق سنة وسنتين يا سيد عادل. الجوابات اللي هو بعتها لك دي معاكي؟ ايوه طبعا. اقدر اطلع عليها؟ لا طبعا. ممكن اعرف ليه؟ لان دي جواباتي الشخصيه ومش من حق اي حد انه يطلع عليها. انسه ساميه، انا عندي سؤال مهم جدا ويا ريت ترد عليه بمنتهى الصراحه. اتفضل. العلاقه اللي بينك وبين نبيل دي علاقه عاديه ولا؟ قصدك ايه؟ قصدي اليومين اللي قضيتيهم معاه في اسكندريه قبل ما يسافر، حصل حاجه بينك وبينه؟ هيكون حصل ايه يعني؟ انا اللي بسأل. لا طبعا ما حصلش حاجه. طب مش عايزه تجيبي الجوابات ليه؟ استاذ عادل انا عايزه افهم حاجه. حضرتك جيت لي المجله وطلبت مني اني اجي لك هنا وصممت ليه؟ عشان تعرف ايه اللي حصل بيني وبين نبيل؟ هو ده اللي بيهم امن الدوله؟ انتوا ايه؟ كل اللي يفرق معاك وايه اللي حصل بيني وبين الانسان اللي بحبه؟ هو ده اهم حاجه؟ لعلمك بقى انا عايزه اقول لك على حاجه، لا انا عايزه اكد لك ان نبيل ملوش اي علاقه بالقلق والشكوك اللي جوايا دي. ومش ده الكلام اللي انا جاي اقوله في الاصل بخصوص سفريتي لروما واللي حصل لي هناك. واضح انك تعبانه يا انسه ساميه. عندك حق، الوقت متاخر. نتقابل بكره. هو احنا لسه هنتقابل بكره؟ أنا وأنتي مشوارنا طويل، وأحب أفكرك إن اللي حصل هنا محدش يعرفه. حمدي. أيوة يا فندم. وصل الأنسة. مع السلامة يا أنسة. الو. ايوه يا فندم، تحت امرك يا فندم. حالا. رؤوف. ف
فرغ تسجيل المقابلة وبعته للسيد فهمي على طول، واتصل بقسم المعلومات والمتابعة وقول لهم يجهزوا لنا كل المعلومات اللي عندنا عن نبيل سالم مصطفى. عاوز الحاجة دي جاهزة في صالة العرض بعد ساعة. يعني واحدة جميلة زيك وشابة وناجحة، ايه اللي يخليها تستنى واحد سابها وسافر وما سألش فيها سنة وست أشهر وخمس أيام بس؟ لأن اللي بيني وبين نبيل أهم بكتير من فراق سنة وسنتين يا سيد عادل. أنا عندي سؤال مهم جدا وياريت ترد عليه بمنتهى الصراحة. العلاقة اللي بينك وبين نبيل دي علاقة عادية ولا؟ قصدك إيه؟ قصدي اليومين اللي قضيتيهم معاه في اسكندرية قبل ما يسافر، حصل حاجة بينك وبينه؟ مالك يا حبيبتي؟ بردانة شوية. طب تعالي ننام. مش جالي نوم. ما ينفعش، بكرة الصبح لازم نصحى بدري. ما المركب بكرة تتحرك بعد الظهر، والأيام جاية كتير، أنام فيها براحتي. أيوة حبيبتي، بس في مشوار مهم أوي لازم نعمله سوا بكرة الصبح. الحمد لله على السلامة ست هاني. الله يسلمك. سامية تعالي يا حبيبتي، اتأخرتي كده ليه؟ كان ورايا مشوار لحد دلوقتي. استاذ فريد خير، في حاجه حصلت في المجله؟ لا ابدا، ما فيش اي حاجه خالص. امال ايه اللي جابك؟ قلقت عليكي بصراحه، استنيتك طول اليوم في المجله ما جيتيش، قلت اجي اطمن عليكي بنفسي. بجد ولا في حاجه تانية؟ لا ابدا ما فيش اي حاجه والله. هو في الحقيقه احنا بقالنا يجي نص ساعه ما بنتكلمش غير عنك انت وبس. عني انا؟ بتقولوا ايه؟ كل خير، كل خير يا سامية. يا ستي الاستاذ فريد عمال يتكلم معايا عنك، عن انجازاتك ونجاحاتك في الشغل، وانك حققتي في سنتين اللي غيرك ما قدرش يحققه في خمس ست سنين. بقى حضرتك سايب المجله وجاي لحد هنا عشان تقول لماما الكلام ده؟ لا هو في الحقيقه اصل انا اصلي يعني في الحقيقه بقى الاستاذ فريد كان جاي يطلب ايدك مني. قلتي يا ماما؟ بقول لك الاستاذ فريد كان جاي يطلب ايدك مني وانا وافقت. وافقتي على ايه؟ انا هقول تاني كل حاجة لازم أقولها لك مرتين يا سامية. تاني يا ستي، الأستاذ فريد كان جاي يطلب إيدك مني وأنا وافقت. وافقتي كده منك ليه من غير ما تاخدي رأيي؟ لا طبعاً أنا قلت رأيي، قولي أنت رأيك. هو في الحقيقة سامية حقيقة إيه يا أستاذ فريد؟ ما أنا قدامك طول النهار والليل في المجلة، ما كلمتنيش أنا شخصياً في الموضوع ده ليه؟ حاولت، والله العظيم حاولت كذا مرة، لكن كل مرة كانت دايماً بتحصل ظروف. قلت أجي لطنط نقعد نتكلم مع بعض برواقة. طنط؟ الحقيقة يا فريد من ساعة ما جه ما بطلش كلام عن أخلاقك وشياكتك وظرفك، بجد واضح انه بيعزك جدا. فعلا يا طنط، وانا بهنيك يا ساميه، بهنيك على الست والدتك. بصراحه انا ما شفتش ام بتحب بنتها زي ما طنط بتحبك. استاذ فريد لو تسمح ممكن بلاش من قصه طنط دي. انا اسف، انا اسف اذا كنت قلت حاجه غلط او اي حاجه. جرى ايه يا ساميه؟ في ايه؟ انا اسف، واضح ان انا اعصابي تعبانه من مشوار الصبح، متاسف. انا اللي اسف، واضح ان انا جيت في توقيت غير مناسب. بعد اذنك يا طنط، قصدي بعد اذنك يا بلهانه. لسه بدري. لا معلش انا اصلي عندي حاجات لازم استاذن. بعد اذنك استاذ فريد. انا اسفه، سامحني لو كانت اعصابي فلتت مني غصبا عني. الحقيقه انتوا فاجئتوني بالموضوع ده، والموضوع ده مش في حساباتي دلوقتي خالص، وحتى لو في حساباتي مش هعرف اتخذه في ثانيه ونص القرار ده.
أنا آسفة. مفيش مشكلة يا نسا سامية. من حقك إنك تاخدي قرارك وتفكري فيه براحتك. بعد إذنك.